نشرة الأخبار. نشرة السابعة صباحا للأخبار من تونس، وهذه عناوينها. في زيارة إلى ولاية المهدية، رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد على أن أزمة قطع الماء والكهرباء المفتعلة الهدف منها ضرب الدولة. ويؤكد خلال لقائه رئيس الحكومة أن الدولة باقية رغم كيد الفاسدين، وأن الإرادة هي إرادة الشعب التونسي. هيئة الانتخابات تشرع في قبول ملفات ترشح للانتخابات الرئاسية 2024، والإعلان يوم 11 من أوت القادم عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا. اليوم الثلاثاء انطلاق والتسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي. وفي قطاع غزة، حركة حماس تتهم الكيان الصهيوني بتعطيل تقدم مسار مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. مستمعينا مشاهدينا الكرام، أينما كنتم أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري المفصل. توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس إلى ولاية المهدية، أين توقف أولا بدائرة أولاد صالح، ثم بمعتمدية سيدي علوان، وبعدها قرية كركر التابعة لمعتمدية بومرداس، حيث تحدث إلى المواطنين وخاصة عن الانقطاع المتواصل للماء وعن الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع غير الطبيعي وما أدى إليه من معاناة للمواطنين. وقت اللي تم قطع الماء تم علامكم ولا يقص سكاكا؟ قص من 19 بعدك 19 من 5 بتاع الصباح وبدون علام. بدون علام. وصالح للشراب ولا مش صالح؟ الماء مش صالح للشراب، ما نعرفش ينظر المشكله من السدود ولا من المشكله. بالنسبه للموضوع الماء ثم معاناه كبيره. لا معاناه كبيره، معاناة عليك على يعني شيء كبيره. معاناه في كل المناطق نتاع الجمهوريه، وان شاء الله نتصدوا لهم كل هذوما الشبكات الاجراميه ويتم اعتقالهم لانهم اجرموا في حق الشعب التونسي. ان شاء الله ان شاء الله. شو صالح للشراب؟ المطعم متغير ولكن انا شربت منه تو، يمكن وضعي اسوء في مناطق اخرى. فنط تواحي في بلاصه معناها بين شويه لا كيلو متر. سيدي علوان، سيد رئيس الدفاع الدولي، وكلنا مع بعضنا وكلنا نشتركوا في حركه التحرير الوطنيه ضد المجرمين اللي قاعدين يتغلبوا على كل يوم ونوريهم متواسة أحرار وأصحاب كرامة ونحر وطننا من الأوباش اللي قاعدين تحتها بها سيد رئيس. وفي كل مكان وكل مكان من تونس عشرين سنين ربي قدرت الله أن نصلحها تونس ونعيش روسها ديما مرفوعة في كل مكان. وشدد رئيس الجمهورية بالمناسبة على ضرورة تحمل المسؤولين لواجباتهم للاستجابة إلى المطالب المشروعة للمواطنين، وأكد أن من يزعم أن الزيارات الميدانية التي يقوم بها هي في إطار حملة انتخابية فإنه قد أخطأ العنوان، مشددا على أن الدولة اليوم هي في حركة تحرير وطني ضد الفساد واللوبيات الإجرامية التي تعمل على ضرب الدولة. ما جيتش أنا لحملة انتخابية، جينا من أجل تحرير البلاد. كان يعتقد البعض وأنا شاهد الانتخابات راهو غلط في العنوان، ولكن لازم كل يد واحدة وكل واحد في أي موقع من المسؤولية يتحمل المسؤولية كاملة، واللي باش يجرم في حق الشعب التونسي يتحمل المسؤولية بتاعه. الماء إيش لنا شبوه توا في شرب الماء، ما فيه طعم مش طبيعي، كيفاش يتوسع بشكل هذا؟ لهنا يجي يقول لي الأمر من يعني إقليم ولا قطع الماء من الصباح ولا وما زال مقطوع الماء توا، هل هذا وضع طبيعي؟ عاشته جهه ما عاشتوش، واذا كان الناس داخلين الانتخابات باش يعطشوا العباد باش يجوهم ما نخلوهمش، انا راهو غلطين ما نخلوهمش، وراء الدوله مش تقعد بزاف. خذ كل اللي تلقاه اخل بالمسؤوليه بتاعه يتحمل المسؤوليه بتاعه. وشوفوا قلت لك كيفاش يرجع سيدي علوان ويرجع صار. هذا واستأثرت أزمة قطع الماء والكهرباء المفتعل في عدة مناطق بالجمهورية وضرورة التصدي للعصابات الإجرامية التي تقف وراءها، استأثرت بلقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس بقصر قرطاء أو بقصر الحكومة بالقصبة برئيس الحكومة أحمد الحشاني. وشدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أن جيوب الردة داخل الإدارة التونسية انتهى وجودها،
مشيرا إلى أن ما يحصل اليوم من قطع عشوائي للماء والكهرباء هو عمل إجرامي الهدف منه ضرب الدولة وضرب السلم الأهلية داخل الدولة. واللي قاعد يحصل مش طبيعي من خلال الإدارة، لا من خلال القيام بالمسؤوليات متاعهم المحمول عليهم قانونا، ومن خلال التصورات متاعهم للمرحلة الحالية. فما جيوب برد داخل الإدارة انتهى وقت وجود، فضلا عن الاستيراب بالفكر الاستيراب القانوني، وفضلا عن ارتمائهم في أحضان اللوبيات. كما قلت كنار يحصل اليوم القطع للماء والكهرباء عمل إجرام في كل مناطق الجمهورية. ما حملتهم الانتخابية هي عمليات إجرامية لضرب الدولة ولضرب السلم الأهلية داخل الدولة. والحديث عن الأسباب الفنية وشبكة توزيع المياه وهذا موجود من عشرة سنين، ما جاء كان في عام 2024. هذا هي الحملة الانتخابية، وهذا بيوعدوا في الناس بالوعود الكاذبة. وهم كان بالنسبة ليهم المهم السلطة ولو على جثث التونسيين. والناس تتحدث عن البرامج بتاع 2035، هذه كبرامج يقول لك اليوم أعطيني كاسماء، يقول له عندنا برنامج في 2035 ولا في 2030، ما هوش عايش في تونس. وهذا فضلا عن المسائل اللي المفروض يقوم بها عمد تولاها انت في الصباح وفي الليل وفي النهار، لانه المسؤول المحلي مش موجود. هذا فضلا عن المسؤول الوطني اللي على مستوى وزاره ما شاب حتى الدور بتاعه. ونبه رئيس الجمهورية قيس سعيد الى ان الضالعين في الفساد يريدون ان تكون السلطة امتدادا للوبيات. وحتى طول يتبكاوا على دستور 2014 في 2013 في الاعتصام اللي عاملينه اللوبيات وقت يشتحوا وعاملين اعتصام وضد الدستور، وطول يحبوا على دستور 2014 يحبوا حكم اللوبيات. معنى سلطة امتداد اللوبيات واللوبيات تحذير، وانه مش يقعد وراء خارج المسائل ومهما كان يكسب المليارات في العالم ولا في تونس ولا في اي مكان، لان قاعدين يحركوا توا في الماكينة اللي قاعدة تشتغل معنى لضرب الدولة ولضرب السلم داخل الدولة. وشدد رئيس الدولة في لقائه مساء أمس بقصر الحكومة بالقصبة برئيس الحكومة أحمد الحشاني، شدد على أن الدولة باقية رغم كيد الفاسدين وأن الإرادة هي إرادة الشعب التونسي. مناش مش نسلموا في الدولة التونسية، والدولة التونسية مش للبيع ولا للتسويق، والإرادة هي إرادة الشعب التونسي. إرادة وعزيمة. والناس اللي أجرموا لابد يتحاكموا ويتحاكموا في أباقص السرعة. فما قانون داخل البلاد، طبعا عندنا قانون، فما دستور، ثم القانون، ولابد من تطبيق القانون على هؤلاء المجرمين. نعم. والمندسين داخل أجهزة الدولة. في صفاقس انطلق أمس ضخ المياه المحلات من محطة تحلية مياه البحر بقرقور بالقنوات التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتزويد المدينة ب 25 ألف متر مكعب في اليوم كمرحلة أولى، على أن يتم تباعا تشغيل الوحدات الثلاث المتبقية. وأكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي في تصريح لزهور لحبيب أكد العمل على توفير أكثر ما يمكن من المياه في بقية ولايات الجمهورية. انطلاق عمل المروحيه هذه تنتج 25 ألف متر مكعب في اليوم، مهم جدا في ظل الوضع اللي عندنا فيه صعوبات على مستوى التوزيع واستغلال المياه. ارجاع الماء هذه النقطه الاولى، والنقطه الثانيه على مستوى نوعيه المياه، نوعيه ممتازه جدا. احنا همنا في الوقت الحالي توفير اكثر كميه من المياه. كيفاش تتفرغ صفاقس باش نقصوا شويه من المياه اللي جايه لصفاقس من مياه الشمال وباش نوجهوها للساحل. احنا في الوقت الحالي قاعدين عاملين جميع المجهودات باش المواطن في الساحل يولي يتمتع بالماء كما في اي جهه في تراب الجمهوري. واكدت الخبيره في المياه روضه قفراج لقسم الاخبار ان مياه البحر المحلات هي مياه صالحه للشرب وتخضع للمواصفات التي تنص عليها المنظمه العالميه للصحه. من ناحية مياه البحر المحلات نحب نأكد اللي هي توافق المواصفات متاع مياه الشرب، يعني هي مياه صالحة للشرب، على خاطر اللي نعرفه يعني اللي في الجنوب درجة الملوحة متاع المياه الشرب توصل حتى 1.5 غرام في اللتر، اللي هو توافق عليه المنظمة العالمية للصحة أن أحسن طعم ماء في الشرب هو ما بين 0.5 ل 0.8 غرام في اللتر. مثلت العلاقات الأخوية المتميزة بين تونس والجزائر في كل المجالات، وكذلك موضوع مقاومة الهجرة غير النظامية وتنمية المناطق الحدودية،
مثلت أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد أمسي بإبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة. وخلص رئيس الجمهورية إلى أن تاريخ وحاضر تونس والجزائر هو تاريخ واحد، وأن مستقبلهما لا يمكن أن يكون إلا واحدا من أجل رفع التحديات المشتركة. ودعا رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي خلال لقائه رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى تطوير مستوى المبادلات التجارية بين البلدين وتوسيع مجالاتها خاصة في المناطق الحدودية. العلاقات الجزائرية التونسية علاقات متجذرة وصلت إلى مستويات متميزة في الجانب السياسي، بقي شيء واحد تضافر الجهود والتنسيق باش ما تبقاش غير العلاقات السياسية وإنما تبقى في علاقات اقتصادية، علاقات أكاديمية، علاقات ثقافية، إن في عوامل كثيرة تجمعنا. نفس التحديات الموجودة في الجزائر موجودة في تونس، كل هذا يتطلب منا جهد أكبر للوصول إلى مستويات أعلى وكذلك تدليل العقبات الإدارية. إحنا تنتظرنا محطات حاسمة وهي انتخابات رئاسية في الجزائر في شهر سبتمبر وكذلك في انتخابات رئاسية في شهر أكتوبر في تونس. نتمنى هذه المحطة تكون زي تتعزز المواقف نتاعنا في مستوى التطلعات تاع الشعوب تاعنا وتاع البلدان تاعنا. شرعت أمس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في قبول ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية إلى غاية السادس من أوت القادم، على أن يتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا يوم 11 من أوت القادم. تنطلق اليوم عملية التسجيل في خدمة الحصول على نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي بالنسبة للناجحين في امتحان البكالوريا 2024 عبر الإرساليات القصيرة. وتعلن النتائج والدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي عن طريق الإرساليات القصيرة بعد غد الخميس، وعن طريق موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn يوم الجمعة 2 من أوت القادم. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. في اليوم 98 بعد 200 من العدوان الصهيوني الوحشي المتواصل على قطاع غزة، تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع، في حين اقتحم محتجون إسرائيليون معتقل سدي تيمان بعد التحقيق مع جنود متهمين بتعذيب أسرى من غزة. وأوقفت الشرطة العسكرية 10 جنود من قاعدة سدي تيمان للتحقيق معهم في هذه الحادثة، بينما عبرت شخصيات حكومية وبرلمانية إسرائيلية عن تضامنها مع الضالعين في التعذيب. هذا وتواصل التصعيد على الجبهة اللبنانية وسط تهديدات مستمرة من إسرائيل بتوجيه ضربة قاسية لحزب الله اللبناني على خلفية حادثة سقوط صاروخ على مجدل شمس. وفي القطاع، قالت وزارة الصحة أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر وصل منها إلى المستشفيات 39 شهيدا و93 مصابا خلال الساعات 24 الأخيرة، ليرتفع أجمالي عدد الشهداء إلى 39,363 شهيدا، فضلا عن 90,923 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي. هذا واتهمت حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعطيل تقدم مسار المفاوضات بإضافة شروط ومطالب جديدة إلى اقتراح الهدنة الذي سطرته الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد أحدث جولة من المفاوضات التي أجريت عبر الوسطاء في إيطاليا. نهاية هذا الموعد الإخباري، إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيه. في زيارة إلى ولاية المهدية، رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد على أن أزمة قطع الماء والكهرباء المفتعلة الهدف منها ضرب الدولة. ويؤكد خلال لقائه رئيس الحكومة أن الدولة باقية رغم كيد الفاسدين وأن الإرادة هي إرادة الشعب التونسي. هيئة الانتخابات تشرع في قبول ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، والإعلان يوم 11 من أوت القادم عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا. اليوم الثلاثاء، انطلاق والتسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي. وفي غزة، حركة حماس تتهم الكيان الصهيوني بتعطيل تقدم مسار مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
أجمل تحيات كاملة للفريق، يوم سعيد متواصل بعد قليل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مع نبيل عبيد حتى 9 صباحا. شكرا على طيب الاهتمام والمتابعة، دمتم في رعاية الله.